السلام عليكم. المقابله كتلاحظوها بان كانت الشوط الاول كان تقريبا في صالح ديالنا، وكنا كنا نحسبوا فيها في المقابله يعني نوضعوا حد للمقابله يعني نهائيا هكذا في الشوط الاول، ولكن الشوط الثاني ربما كانت بعض التعثرات، تسجل الاصابه الاولى وخا شي ارتباك، ولكن ما حاولنا ما امكن ضغطنا على الخصم هكذا يعني ضغطنا في واحد المرحله واستطعنا اننا نسجلوا ديك الاصابه ديال 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 ضربه الجزاء. كنشكر جميع المكونين ديال الفريق، وكنشكر الاخ بالاخص اللاعبين، لان ما بثمانيه ديال اللعبه في اخر مقابله يعني في تقريبا واحد 20 دقيقه ولا ما اكثر، ثمانيه ديال اللعبه ماشي سهله انك تلعب ضد 10 ديال اللاعبين، ونشكرهم يعني بواحد الحراره، لان ما قدموا مقابله جيده، ونتمناو لان ما المسار بعد، لان ما زوج ديال الفريق ديال الراسيك البيضاوي ولا الاتحاد الاسلامي المجدي كانوا في وضعيه غير سليمه، كل واحد كان يحاول ما يمكن باش يحسن الوضعيه ديالو، وكانت منصفه النتيجه يعني واحد لواحد منصفه في الاخير. يمكن لي ما غاديش نهضر للتحكيم، لان ما كان بالامكان ربما يكون سجل لنا اصابات، غادي نرجعوا ثاني لواحد اخرى. خصك تسجل باش الاربيت توضع له حد هكذا، واخا مثلا كاين امتيازات، نحاولوا ما يمكن باش حنا نفرضوا الوجود ديالنا في داخل الرخه ديال الميدان، ولا سجلنا ما غاديش الاربيت يحيد لك الاصابه. الاخطاء وارده، ربما كتكون ربما اخطاء تحكيميه، ولكن ما غاديش كما نقولوا نناقشوها في هذا انا يبان لي تقريبا جميع المقابلات مقابلات ديال البراج، لان ما مقابله ديال الحد، لان ما كل الفريق اللي غادي يلعبوا مثلا مع الواف، الواف الطيف الوضعيه غير سليمه، غادي تحاول ما يمكن باش غادي تحاول باش الانتصار، ولكن حنا غادي نمشيو من هنا بالفكره ديال الانتصار، لان ما ثلاثه ديال المقابلات اللي باقينا خصنا نحاول ما يمكن نحصدوا اكبر عدد من النقاط ان شاء الله. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.